أستاذة بسمة، كيف استطاعت مصر أن تحافظ على استقرارها في ظل كل هذه الأزمات؟ ما ننكرش أن مصر برضو بتواجه بعض الأزمات الداخلية، ولكن قدرت أنها تحافظ على تماسك الجبهة الداخلية. فكرة الحديث الرئيس من وقت للآخر عن فكرة الوقوف على رجل واحد، أن احنا لازم يكون موقفنا واحد وثابت والحفاظ على الدولة المصرية، ده من جانب. الجانب الآخر هو فكرة الجيش القوي، أنه زي ما حضرتك سألت في البداية عن فكرة أزمات المنطقة الشرق الأوسط، فكان انهيار الدولة الوطنية، وكان ده تباعا لعدم وجود جيش أو انهيار الجيش. لدينا جيش قوي، الرئيس منذ توليه السلطة في 2014 بيسعى لتطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية. بنتكلم على قواعد عسكرية تم إنشائها مؤخرا، منها قاعدة برنيس في جنوب مصر، فبالتالي قدر أنه هو يحافظ على تماسك الدولة المصرية على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي رغم التحديات، على المستوى العسكري فكرة تواجد جيش قوي.